دخوله في تلك المباراة أمام السويد. مرة ثانية المحاولة هذه أمامنا، التحرك من جانب اللاعب فابتيستا اللي دخل أمامنا هو، وادي أمامنا التمرير، استلام فابتيستا، القوة اللي بيتطلبها اللاعب، وأول لمسة، أول لمسة فابتيستا، أدي أمامنا الورقة الرابحة، فابتيستا لم يخيب ظن مدربه، هي دي كرة القدم، تضيع تضيع وما تسجلش تندم وتدفع الثمن غالي، فابتيستا يعني في هذه اللحظة النجم القادم من نادي روما الإيطالي، يعلن عن تفوق المنتخب البرازيلي مع أول لمسة، مع نزوله يعني اللي أتى على حساب لاعب لم يظهر كثيرا في اللقاء اللاعب رونالدينيو. اذا باتيستا يعلنها، يعلنها برازيلية في هذه اللحظة. وادي امامنا بقى من حقهم يرقص الصبة، مباراة صعبة، لكن شوف حضراتكم بقى في هروب من الرقابة، في لحظة من التعارف مع الدفاع، لكن تعارف كان لصالح اللاعب باتيستا، كرة ترتطم في القائم الايسر، والرقابة المرة دي غير موجودة من اللاعب اسبينوزا، بعد ان كان رونالدينيو يعني يكاد ان يكون بالنسبة لدفاع المنتخب الاكوادوري دفاع في نزهة، لكن يأتي باتيستا بهذا الهدف بعد ما سجل منتخب البرازيل. ادي امامنا الاختراق، هنا المحاولة، اديسون مانديس مهارة على الطريقة البرازيلية، ولكن شوف حضراتكم، شوف حضراتكم كورة، اخيرا 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 عدلت السماء هنا، يسجل اللاعب كريستا النبوة، اديسون مانديس يفعل ما يفعله المنتخب البرازيلي من حيث المهارة، يراوغ، يناور، يمرر الكرة في حلق المرمى، متابعة أولى وتصدي من الحارس يوليو سيزار، ولكن البديل كريستا النبوة، إذا البديل من جانب المنتخب البرازيلي، سجل اللاعب طبعا فابتيستا دقيقة 73، ويعادل منتخب الإكوادور في اللحظات الأخيرة. شوف الكرة، شوف المهارة، شوف المرور هنا الناجح، وادي العرضية، وكريستا فينيسيوس ما زالت الكرة عنده، ولكن بقى ما فعله فابتيستا، أتى بالبديل كريستا النبوة اللي بيسجل في هذه اللحظة، لاعب نادي روبن كازان اللي يسدد الكرة، لكن إديسون مينديز بعقلانية شديدة، وهنا الدفاع، أين لوسيو؟ أين اللاعب لويزاو؟ وادي أمامنا بقى نجم اللقاء، لا يستحق الهدف لأنه الحقيقة هو نجم، وإن كان منتخب الإكوادور لسه بقول لحضراتكم لا يستحق الخسارة. تعادل 1-1 في اللحظات الأخيرة.